عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. بعد ما صورتكم موديلات مرسيدس كهربائية جيت اللي بحثها والمنافس الشرير تاعها واللي هو البي ام دبليو. دونك ورايا تروا موديل الكتريك من عند بي ام دبليو، مش الكلهم 2023، فاهم اللي موديل 2023 شنو عملوا عليهم طلع، شنو فما جديد، شنو هي ليدونتيتي، اش عملت بي ام دبليو وكل شيء مع لي تخوا موديل اللي ورايا. ولا نبداو اشتراك في القناة مهم على الاخر، ونذكرك لينا تو في معرض فيه كل السيارات الكهربائية، فيه برشا سيارات كهربائية، دونك الفيديوهات شاعت ورا بعضهم، إذا تحب تعرف على الشيء هذايا وحاجة أخرى، إذا تحب تعرف آخر قوانين تاع السيارات الكهربائية في تونس، اعمل اشتراك في القناة والفيديو توش خلي لك في السوجيسيون، يلا بينا. دونك لهنا عندنا 3 موديل، إي 4، إي 7، إي إكس، أي إكس. باش نبدا لكم باللارين، بالتاج نتاعهم، كينج نتاعهم واللي هي الإي 7. دونك لهنا نشوفوا جاتوا برشا انتقادات على الكالوند الكبير من هنا. بي ام دبليو شهدت صحيح قبل هذاك هو الموجود. دونك لهنا هي دونسيتي جديده، تبعوا في الترند، الكتريك، يقسموا الافنار من قدام، ماتريكس ال اي دي، حاجه فخمه برشا. اما ديزاين راهو اطول. انا مثال من الاول ما عجبنيش وبعد تيريت على الواقع عجبني. عتصور ما عجبنيش بعد الواقع عجبني. لهنا لي جونت مزيانين على الاخر. يحسوك سبور اكثر من الفخامه مش كيما مرسيدس ام، لهنا فينيسيون ام بنتور مات كما قاعدين نشوفوا، ولهنا فخامه من نوع اخر. لهنا الكهرباء راهي طويله بلا كدير هو معناتها 5 متر وحاجه. دونك لهنا شوف في بالي عندنا في تونس سور كوموند، في بالي سور كوموند في تونس. دونك هنا كيما قاعدين نشوفوا اي 7 اي 7 ولا بالتركي مادامنا في تركيا اي يا دي. دونك لهنا سبولي مزيان على الاخر، تبع مش عملوه بلاك ولا حاجه، تبع اللون تاع الكهرباء، كروماج لهنا في وسط النار تاعها اكس درايف 60 هذي كروماج برشا الحق لاحظت. دونك مقدم برشا بيانو بلاك من هنا برشا كروماج. دونك لهنا شوفوا كيفاش شوفوا معايا الفخامة هذي، بيانو بلاك بالرسم مزيان على الاخر، لهنا لوميير دومبيونس كوير، شوفوا كيفاش لهنا بالرسم الفخامة غير عادية. شوف الكريسي انتي شوف تطريز واحد ممكن مرسيدس مرسيدس قبيلة نصور بها برشا في عنا تاع قماش، لهنا تطريز واحد من داخل المغلف هذه لهنا هكا تطلع لهنا دونك لهنا هكا السلام يعطيك حاجات ما غادي تبدل ليكرون لي بارامتر من هنا شفتها كوموند ماشي تكسير لهكا وانما شوف برسمي باش تلعب بها حتى هنا عندي كله تكتيل من هنا هكا نصور هكا يعطيني الكاميرا شوف كيفاش وضوح اكثر من هكا مفهمناش بانوراميك فيو وطوي كما يري شفته كي يعني تهز اللافاج هكا تحط الكاميرا باش تشوف كيفاش باش تغسل شوف معايا ركز معايا في الميور دومبيونس كيما غادي غير عادي ليه هذه برسمه غير عادي اول مره راه في الكلام هذا تبع راهو حتى الباب هذا دونك هنا الفولون مي بلا من لوتا دو بورت دوبلي فخامه بالرسمه فخامه غير عاديه والله غير عاديه فخامه اقعد لهنا فزيت لهنا هكا تنزل الكهرباء من اسيا الكهرباء باش تطلع اغزر الاكران كيكي واكران واحد راهو ماهوش مقسومين ما هو مقسومين هنا لكن هو اكران واحد في الاصل دونك لهنا بالرسمي لهنا بيان كي عملت حب تعمل ديفاتور الكتريك ما عملتش لونتيتي جديده وانما كملت على الموديل الاخر دونك نكمل واحنا من هنا لهنا عندنا باورز اند ويلكنز هذوما لي سوبر لور بتاعها دونك شوفوا حتى من هنا يتحل هكا البيبان شفت معناتها البيبان حتى كان نسيتو طاي شطر محلو شطر مسكر يكمل وحده ولهنا فخامة حاجة أخرى عاد لهنا حاجة أخرى عاد
لهنا حاجه اخرى لهنا بالرسمي. شوف لهنا عندك ان اكران تيجي تتحكم فيه في كل شيء، كليماتيزاسيون كل شيء لهنا عندك. بس هكا عندك الفيديو الكتريكوس كيفاش معمول هكا بون طو ماشي كونتاكت محطوط. لا تسمع في الايراسيون من هنا بالرسمي مزيان عن الاخر من هنا. عندك الميوزيك عندك تهزو هكا تتحكم في حاجات. عندك هوم اكران كابل سو شارج اشارج اندكسيون ماي مودز تختار ماي مودز ريلاكس خلاص كيفاش نحطها وريلاكس اخسر طلع لي الستور وطول الكرسي قاعد يعمل في دي ريغلاج باش قال شنيا يعمل لك يعمل لك حاجة ريلاكسونت ويحط لي حتى ميوزيك ريلاكسونت لأنه اكسبريسيف بدل لي يعني. ديجا الكرسي تو قاعد يعمل لي في ظهري كي قاعد يعمل لي في دي ريغلاج بيرسونيل اكتيف من هنا هكا غير عادية. ستور لار ديستور تنرم الالكتريك مون كل تو كلار الكريسي نشوف كم اللي يهبط وحده لا كدور باش تحل كل هاي سكتي عندك باش تحل الباب لو كنت لهنا نعاود لكم باش تشوفوها نهتز على البوطون مره الباب يتحل وحده يعني يعني فخامه اكثر من هكا ما فهمتش بالرسم يعني فخامه اكثر من هكا ما فهمتش ولهنا الماء دونك جيت هبطنا قام محلول مادام محلول خلينا نصوروه لاني عاد كاليتي ما فيهاش حديث بالرسمي ما فيهاش حديث كواليتي لهنا نشوف بالطبع ما عادش يجيب بروتوكول راهو تجيب كومبريسور ونفخ واحد هكا هاو دونك الكهرباء ما عادش تنفخ لك هكا هاو عندك كروشي شوف الكروشي عرفت قاعد نتستي في كواليتي تاع بي ام دبليو زعما بيا ولا يا ولا دونك لهنا وتهبطوا هكا دونك لهنا ما هبطش هاي هذيك هذيك باش توقفوا كي جهه بتاعي سمحنا بيا كملنا من هذيك ننتقلوا توا اي اكس مادام فما حد غادي هذيك معبي بالناس اي اكس اي اكس موديل مو جديد راهو طلعت فيه قبل ونعرف موديل جبيلي من 2021 في بالي مو جديد يعني ماهوش حاجه اما هو وقت عمل طفره في الـ في الـ في السيارات الكهربائيه تاع بي ام دبليو علاش خاطر هو ورى وقتها شنو هو توجه بي ام دبليو شنو تحب تعمل وشنو هي ايدونتيتي جديده اللي قاعد تخدم عليها او بلاش لان هنا ثلاث الاخرين يشبهوا له دونك لان برسم حاجه غير عاديه لان كيفاش عملوا الكل لان الاي اكس هذا ثاني سي في كبير برسم كبير كيل اكس 5 هكاك في الكبر دونك معمول ان تكون سياره عائليه تاع اوف رود زاده تمشي الكتريك طبعا لان نحكيو كان الكتريك لان اون مود الكتريك شوفوا من هنا فخامه غير عاديه هارمان كاردون مونغر لهنا انا عجبتني كيفاش بي ام دبليو في تعمل تيميسيون واحده تعمل ماتريال واحد في الـ في الـ في الكرسي نتاعها دونك لهنا حتى خلينا نوخر الكرسي توا قاعد يوخر بيه ما غادي هكاكا سي بون وخر توا نصور لكم الكهرباء من هنا نشوف كيفاش مقسوم ومن هنا مسيبه ما غادي حتى ولدك صغير يتعدى ما غادي بالرسم يتعدى كي يصوروني يتعدى هنا حتى نفس هذيك معمولة عنا كل واحدة هذيك هاي من هنا هكا 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 ها إبطال هكا إبطال ترجع هكا السيستم هاي الأري دونك أنا نحاول لازمك عارف تدورها بشوية تدورها بالقوة تمشي معاك دونك لهنا هكا الإكران هذا عطاني الباب محلول شوف كيفاش لهنا فخامة زادة مش كيما الفخامة تاع الإيسات اوكي لكن ماهيش لكن زادا ماهيش حاجة لكن زادا ماهيش حاجة راهي هينة ولا حاجة اللي لهنا الحاجة اللي عجبتني معناتها حتى كي دخلت الموديل دو بيتا تايان هكا نزلت نتبع ليدونتيتي جديدة راك نزلت معناتها نعرف كيفاش تشارجي هون ورا الكرسي لهنا تحط تليفونك ولا طلعها هذي تسكرها لومييير دونبيونس ملوتا
غادي دو بور دوبلي كليماتيزاسيون من هنا اوتوماتيك لهنا تعملات الريغلاسي الشوفون زادا موجود حاجه باهيه على الاخر هو ستاني سي في كبير راهو مو صغير اه وشفتو اي اكس هذايا الاي اكس وهذاك كان ال اي سات وهذاك كان الاي سات توا نمشيو للصغرون واللي عندنا في تونس دونك يعني نحكيو على حاجه قاعده تتباع في تونس و... ويخرج ريتو انا مرات دونك الاي 4 واللي هي نفسها السيريكا تترفع نفسها بالرسمي راك ما تبدلتش اما كالندر غادي تبدل والموتور الدخلاني لهنا تبدل كهو هذاك هو سينون نفس الكرم دونك لهنا قلت لك نحس اللي واحد يحب يشتري السيريكات اذا الليتراجين نتاعو مع الاوتونومي نتاعها يتوافقوا دونك ياخذ الاي 4 وكهو خاطر بالرسمي نفس الكهرباء راهو شوفوا اللون هذايا ملا لون دونك لهنا كهرباء مسكرة اوكي اما شوفوا من داخل راهي حتى من داخل نفسها الاي 4 نفس السيريكات دونك لهنا شفتوا نفسها نفسها بالضبط الرسمي نفسها بالضبط ها اما اللون لون غير عادي نعرفش اذا اللون هذا موجود في تونس ولا لكن اللون راهو حتى في التصور راهو والله لو كيف في الواقع انا تو قاعد نغزر الفيديو ونغزر الواقع مختلف معناتها انت تو مش باش تعرف عارف شنو قاعد نحكي بالضبط في اللون دونك لهنا الراجل قاعد يصور انا بعد عليه لهنا كنت عملت لكم نبذه كامله على موديلات بي ام دبليو اي اكس اي 7 اي 4 هذه ارخص وبعد هذيك اغلى شوي وبعد هذه اغلى واحدة ديجا هذه اغلى كهرباء عند بي ام دبليو حتى بون فما الاكس ام نعرفش اذا اغلى من هذه ولا جو بونس هذه اغلى اكس ام هذه ام موديل ممكن نلقاها المعرض اذا يصير عام الجاي نلقاها باش يبدا يتسوق في الاوروب وفي الخليج موجود الخليج بدا يولي موجود في الامارات والسعودية لكن نكون لكم الفيديو نتاعنا خلينا تشوفوا موديلات اخرين اذا تحب تشوف زاد دي موديل اخرين لوش في القناة وما تنساش تعمل اشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.